هذه الانطلاقة وانطلاقة شوطنا العشرون في هذه الأمسية التراثية ضمن هذا المهرجان، مهرجان السلامة. متابعينا الكرام، شوط خاص بالقعدان، نتابع المسيرة ونتابع هذا الانطلاق وهذا الأداء الممتاز. أسير إلى البداية وتابع حساس هنا على أول المراكز، عامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري هنا مع أول المراكز. ثاني المراكز وتابع مشاهدينا الكرام القادم، اشعار بالزفنة هنا دكتور الاصائل هنا القادم والمنطلق مع ثاني المراكز. نتابع من يحمل الرقم 70 وهذه الاعداد التي ايضا بدأت بالتزايد وبالظهور، سوف تصلنا المعلومة عن صاحب المركز الثاني. ثالث الاسماء وتابع مشاهدينا الكرام، سرمد علي بن هلال بن محمد بن عبد الله النعيمي القادم والمنطلق مع ثالث المراكز. رابع الاسماء مشاهدينا الكرام، مزعج فيصل بن هادي بن فيصل العجب الشهواني، ولكن اتابع من الجانب الاخر شايم سهيل بن خليفه بن سهيل بن علي المزروعي القادم مع رابع المراكز والمنطلق في هذه اللحظات. خامس الاسماء مشاهدينا الكرام، متابع وصول الاسماء ايضا الاسماء القادمه والمنطلقه في هذه اللحظات. اتابع قدوم وانطلاق من شاهين حمد بن محمد بن سالم الفيدة المري. هكذا النداء مشاهدينا الكرام لمراكزنا المتقدمة. أعود إلى البداية، أعود إلى الصدارة وتابع حساس هناك على البداية والصدارة بشعار الإعصار الغربي من يتواجد في هذا الشوط. هناك ينطلق على البداية والصدارة عامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري هنا مع أول المراكز وانطلاقة حساس على البداية والصدارة. ثاني المراكز وتابع القادم والمنطلق مشاهدينا الكرام، شعار بالزفنة هنا من يتواجد مع انطلاقة ثاني المراكز. ثالث الأسماء وتابع ثالث المراكز مزعج فيصل بن هادي بن فيصل العجب الشهواني هنا القادم والمنطلق مع ثالث المراكز. رابع الاسماء مشاهدينا الكرام، شايم سهيل بن خليفه بن سهيل بن علي المزروعي القادم والمنطلق في هذه اللحظات. أتابع مشاهدينا الكرام الأسماء القادمة، وصول من الريان فرحان بن مانع بن فرحان العجمي القادم مع رابع المراكز، وخامسا في هذه اللحظات مناور حماد بن خليفة بن محمد بن سعيد الكعبي القادم مع خامس المراكز. أعود إلى البداية أتابع مصدع علي بن هلال بن سعيد بن زفنة العفاري هنا من يتواجد مع انطلاقة مصدع على البداية والصدارة، ولكن الله شعار القادم والمنطلق مشاهدينا الكرام شعار بن مسعود هنا يتواجد مع ثاني المراكز مع انطلاقة مزعج فيصل بن هادي بن فيصل العجب الشهواني. الله يا مزعج يغير إلى الصدارة وإلى مقدمة الشوط في هذه اللحظات، ولكن شوف القادم وصل شعار الكعبي هنا يصل مشاهدينا الكرام مع هذه اللحظات. ينطلق مناور حماد بن خليفه بن سعيد الكعبي، الله يا الاسماء، وهنا الريان فرحان بن مانع بن فرحان العجمي القادم مع هذه اللحظات مع ثالث المراكز. شايم يصل رابع سهيل بن خليفه بن سهيل بن علي المزروعي قادم مع رابع المراكز. خامس الاسماء مشاهدينا الكرام، مبلش ماجد بن محمد بن يوسف بن عبد الرحمن بن حافظ هنا القادم والمنطلق في هذه اللحظات مع خامس المراكز. اعود
يعود إلى البداية. أتابع الصدارة، الله الله يا البداية وانطلاقة البداية. هنا مع مزعج على الصدارة على مقدمة الشوط، هنا مع هذا الأداء وهذا الانطلاق الممتاز مزعج على الصدارة على أول المراكز. الله الله يا أبو مسعود يتابع انطلاقة مزعج بفيصل بن هادي بن فيصل الشهواني. الله يا البداية والانطلاق الممتاز هنا مع مزعج على الصدارة، ولكن مناور من يناور مع ثاني المراكز حماد بن خليفة بن محمد بن سعيد الخعبي. وتابع الوصول، وصل الريان، الريان قادم، فرحان بن مانع بن فرحان العجمي القادم هنا مع لافتة الكيلو الأخير، ما تبقى عن خط النهاية. الله يا الأسماء، وصل مشاهدين الكرام وانطلق في هذه اللحظات، وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، بدأ الهجوم، ولكن مزعج على الصدارة على البداية الأولى على التحدي الأول يقدم هذا الأداء الممتاز. مزعج على الصدارة، فيصل بن هادي بن فيصل الشهواني، الله ركز الشهواني مع هذا الانطلاق مع هذا الأداء الممتاز مزعج. ولكن أتابع القادم، وصل مشاهدين الكرام، وصل في هذه اللحظات هياض جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري قادم في هذه اللحظات، ولكن الله القدوم باروت نايف بن محمد بن خميس بن روية الخيلي هنا يغير مع اللحظات الأخيرة. باروت، الله الله على هذا الأداء، الله على هذا الانطلاق، نايف بن محمد بن خميس بن روية الخيلي يذهب بهذا الناموس مع اللحظات الأخيرة مع انطلاقة باروت. الله الله يا بن روية هنا بهذا الأداء الممتاز ينطلق على الصدارة على مقدمة الشوط، نايف بن محمد بن خميس بن روية الخيلي يظفر بناموس هذا الشوط مع انطلاقة باروت. مشاهدينا الكرام مع اللحظات الأخيرة ووصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس، تهانينا والناموس لنايف بن محمد بن خميس بن روية الخيلي على هذا الفوز ثاني المراكز. وصل مشاهدينا الكرام مزعج فيصل بن هادي بن فيصل العجب الشهواني ثالث المراكز، كان التواجد من مناور حماد بن خليفة بن محمد بن سعيد الكعبي، ورابع المراكز وصل الرامي مطر بن محمد بن تركي بن غاشم الكتبي، وخامسا وصل مبلش ماجد بن محمد بن يوسف بن عبد الرحمن بن حافظ. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول باروت مشاهدينا الكرام 7:40 سبع أجزاء من الثانية. نهني نايف بن محمد بن خميس بن روية الخيلي على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل مشاهدينا الكرام مزعج ب 7:44 وجزء واحد من الثانية، نهني فيصل بن هادي بن فيصل العجب الشهواني ثالث المراكز، كان التواجد وصل مناور مشاهدينا الكرام توقيته الزمني 7:44 جزئين من الثانية. نهني مالك مناور حماد بخريف.